أول خطوة في النجاح إنك تتعلم. أول خطوة لتحقيق الهدف إنك تعرف خطواتك اللي جاية. أول خطوة للقمة إنك تبدأ من الصفر مع أول خطوة. أهلا بيكم، معكم مصطفى نمرة على مباشر. نتكلم النهاردة على حاجة اسمها الرفعة المالية أو بيسموها ليفرج. الرفعة المالية أكيد لو حضرتك كان في تعامل على العملات، يعني هل لو اشتريت او بعت قبل كده عملات من خلال احد السماسرة حول العالم، اكيد هكون سمعت كلمة رفع عملية او ليفرج. باختصار يا جماعة، الرفع المالية دي انا هديكم مثال يوصل لكم ايه الرفع المالية دي بالظبط بشكل بسيط جدا. تعال نقول ان حضرتك قررت تستثمر في الفوركس. فوركس اللي هي العملات، فورين اكسشينج، كلمة فوركس اختصار كلمة فورين اكسشينج او العملات الاجنبية. فحضرتك قررت مثلا تستثمر $1,000 في العملات من خلال سمسار ما. هل حضرتك متخيل ان انت هتستثمر $1,000 فعلا؟ لا طبعا، ده غير حقيقي. السمسار بيديلك على كل دولار حضرتك هتستثمره من 50 إلى $400، ممكن احيانا اكتر شوية. كويس؟ ايه ده؟ يعني ايه هيديني على كل دولار $400؟ يعني ممكن يصل ان السمسار يديلك 400 ضعف راس مالك. ده ايه ده؟ قرض؟ لا طبعا مش قرض، لو كان قرض كان هياخد عليه فايدة. ده مش قرض، دي حاجة اسمها رافعة مالية او ليفرج. الرافعة المالية ان السمسار بتاع العملات تحديدا لازم يخلي حسابك يكون ضخم جدا 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 قدر المستطاع، لازم ينفخ حسابك ان صح التعبير. ايه السبب؟ السبب هنعرفه بس لسه شوية، خلينا نكمل الاول ايه اللي بيحصل في موضوع الرافعة المالية ده. طيب تعال نقول ان انا بتعامل مع سمسار الرافعة المالية بتاعته من 1 إلى 100. ده معناه ان على كل دولار انا هستثمره السمسار هيديني 100. اذا لو انا حطيت $1,000 السمسار هيديني $100,000. يبقى انا الالف دول بتوعي، الـ100,000 بتوع السمسار، اذا اجمالي الحساب بتاعي دلوقتي بقى 101,000. تعال نتخيلها كده عشان نبسط الموضوع جدا. تعال نقول انه انت شفت عملة سعرها $10 ودخلت اشتريتها بالـ101,000 كلهم. لو العملة دي طلعت 10%، انا مستثمر فيها الـ101,000 كلهم، يبقى كمان حسابي لازم يطلع 10% زي ما العملة طلعت، صح ولا لا؟ 10% وانا راس مالي 101. ايه ده؟ ده انا كده الـ101,000 هيبقوا تقريبا 111,000. انت كده كسبت كام؟ انت كسبت $10,000. $10,000 يعني انت كسبت 10 اضعاف راس مالك من عملة طلعت 10% بس. بالظبط هي دي الرفعة المالية. عشان كده دايما الناس تسمع ارقام في الفوركس تبدو انها خيالية، ان ازاي العملات حد يقول انا كسبت 200% في ساعة او 1000%. طبعا، لكن ده الوجه الجميل من القصة. في وجه قبيح، انه ماذا لو العملة اللي انت اشتريتها بدل ما طلعت 10% نزلت 1% بس؟ يعني لو كان تمنها $10 نزلت لـ99، حركة سعرية بنشوفها بشكل يومي مثلا على بين الدولار والجنيه المصري مثلا، او بشكل متكرر يعني. طيب لو العملة نزلت 1% وانا شارب 101,000، يبقى كمان الـ101,000 لازم ينزلوا 1%. ده معناه ان الـ101,000 هيتحولوا تقريبا الى 100,000 تقريبا. ايه ده؟ يبقى انا كده خسرت $1,000 اللي هم ايه بقى؟ راس مالك كله. دي حاجة بنسميها ليكويديشن، ان حساب حضرتك يصبح صفرا. يعني ايه يصبح صفر؟ يعني لو العملة نزلت 1% وبعد ثانية لفت وطلعت تاني، انت هيفضل حسابك صفر برضو. ليه؟ لان انت طلعت اوت اوف ماركت. ايه اللي بيحصل؟ السمسار الاول لما بيلاقي حسابك بينهار، طبعا مش عايزين ندخل في تفاصيل حاجه اسمها مارجن كول ولا ليها طبعا ميكانيكا معينه او ليها حسابات ماثيماتكس معينه، مش عايزين ندخل فيها خالص دلوقتي عشان يفضل الموضوع بسيط. لكن اعرف ان السمسار مش هيسيبك تخسر لدرجه انك تكون بالماينس. اصل شوف، افرض العمله دي نزلت 10% وانت استثمرت 101,000، كده الـ101,000 هينزلوا حوالي $10,000. يبقى انت خسرت الـ1,000 وخسرت السمسار $9,000. السمسار ما بيخسرش. الرفعه الماليه دي الهدف منها مش ان السمسار يكسب او يخسر، الرفعه الماليه دي في علبه حديد لا بتزيد ولا بتقل. والدليل على كلامي ان لو هو عايز يكسب، طب هو ما قالكش ليه لما انت كسبت 10 اضعاف راس مالك؟ ما قالكش ليه اديني نسبه؟ ما انا مديك رفعه ماليه. هو ملوش دعوة، اكسب زي ما انت عايز. لكن زي ما انا مش بشاركك في الخسارة مش هشاركك، او زي ما انا ما بشارككش في الربح مش هشاركك في الخسارة. ليه بقى السمسار بيديني رفعة مالية وايه الهدف وهيستفيد ايه من القصة دي؟ ده اللي هنشوفه الفيديو القادم. ف يعني اتمنى ان يكون الفيديو ده
يكون شرح الفكره بتاعه الرفع الماليه، وهنعرف ان شاء الله الاسباب في الفيديو القادم. كان معاكم مصطفى نمره، اشوفكم على خير ان شاء الله.